السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه علم هبه. كرحب بكم في فيديو جديده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحه والسلامه وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد المنتوجات والادوات والاجهزه والافكار الهائله للتنظيم وترتيب المنازل، كذلك لتوفير الراحه اليوميه. فيديو كله افكار وافاده، فخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر. وكيف العادة كنتمنى من اللي أول مرة كيشاهد القناة أنه يشرفني بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. أيضا إلا عجبكم الفيديو ما تخلوش عليا بلي لايك أو جيم، فهكذا كتشجعوني وتدعموني باش يقدر الفيديو يطلع ويتشاف ويوصل الناس المهتمين بها التكنولوجيا المفيدة لنا جميعا. فكما شفتوا معايا هنايا مجموعه ديال الافكار المميزه مع السيده الصينيه والزوج ديالها كذلك والاطفال ديالها داخل المنزل من روتينات وتنظيمات اللي هي ضروريه واساسيه، وكذلك مجموعه ديال الاجهزه المبتكره اللي كتهنيها من ثمره ولقفه في المطبخ كما كتلاحظوا معايا، والحجم ديالهم صغير ما كياخذش نهائيا المساحه. فكذلك هنا مجموعه ديال الخلاط كهربائي كما كتلاحظوا معايا، يمكن لكم ايضا تتوضعوا فيه مجموعه ديال الوصفات المختلفه او العصائر. فايضا هنا عندنا هذا الجهاز بالنسبه انه كيسخن الاكل. وندوزو ايضا معها المطبخ ونكتشفوا هاد ليكات اللي رائعه واللي كتقول بانها كتحمي اليدين ديالها باش ما يتاذاوش من المنظفات كما كتلاحظوا معايا. ايضا هنا جهاز رائع، كما ايضا هنايا مجموعه ديال التنظيمات والمنظمات اللي كدوز بكل سرعه. فكما كتلاحظوا هنايا مكنسه كهربائيه واللي كتوفر على عده رؤوس، فكذلك هنايا عندنا هاد البلاب الشطابه ديالها وكتوفر على واحد السنينات. فمجموعه ديال المستلزمات اللي ضروريه واساسيه لجميع السيدات باش انهم يتهناو من يعني الاشغال المنزليه وروتينات اللي كتكون شاقه وصعبه بفضل هاد المنتوجات الحديثه والمبتكره. فتقدروا انكم تسيطروا على الروتينات تنظيمات الشاقه، وكذلك الناس او الاشخاص اللي عندهم واحد العمل او وظيفه معينه فيقدروا انهم ينظموا الوقت ديالهم ما بين يعني الاشغال المنزليه وكذلك العمل ديالهم. كما شفتوا هنايا الفكره ديال هاد الغساله الملابس رائعه واللي قابله للطي، كذلك هنا ميكوات، وايضا هنا عندنا جهاز اللي كيحيد الخمله من الملابس، كذلك هنايا علاقه كما كتلاحظوا معايا علاقه راقيه. فمجموعه ديال الادوات والمنتوجات اللي خرجت جديده ومبتكره ليوما بعد يوم كيبهرونا عالم الصين ما كينتهيش نهائيا، ولكن شي حاجه اللي هي مفيده لجميع المنازل خصوصا المنازل الصغيره، لان معظم هذه المنتوجات كتوفر بواحد الحجم اللي هو صغير بزاف. وندوزو نشوفو ايضا تنظيمات والترتيبات بالنسبه للحمام بادوات ومنتجات لي سهله في الاستخدام. كما كتلاحظوا معايا حتى الاطفال يمكن لهم انهم يستخدموا هذه المنتجات بكل بساطه، فرشات عمليه كذلك هنايا حامل المناديل. فكذلك هنا عندنا واحد السشوار اللي بتصميم رائع ومبتكر، كذلك هنا اضاءه ومصابيح رائعه واشياء اللي روعه اللي كتعطي ايضا واحد المنظر او ديكور زوين بالنسبه لغرف النوم للاطفال. فايضا ندخلوا لهذا المقطع الرائع ونكتشفوا مجموعه ديال المستلزمات والتنظيمات الرائعه عامه لجميع المنازل. كما كتلاحظوا هنا مصفات اللي ايضا غتهنيك من الاختناق فبطريقه اللي سهله، يمكن لكم تثبتوها كما هكا وتوضعوا فيها كذلك الفوطه ديال المطبخ او مجموعه ديال المستلزمات بالنسبه لتنظيف الاواني. شوفوا ايضا هنا عندنا هاد التويشيه هذه اللي مصنوعه من السيليكون، توضعوا فيها الغطاء ديال الاواني كذلك المغرف ومجموعه ديال المعالق كما كتشوفوا معايا، هكاك يمكن لكم تنظفوا او تنظموا يعني سطح العمل. فايضا هنا اداه رائعه اللي كتبنى ان الباب ما يتفتحش مع الحائط. فايضا هنا جهاز عملي، جهاز الحجم ديالو صغير وايضا كيتوفر على واحد الجوده رائعه وكيتوفر على غطاء ديالو، يمكن لكم انكم تعملوا فيه مجموعه ديال الوصفات المختلفه. فايضا يمكن لكم انكم تعملوا فيه عواصر، فكذلك هنايا طاجرات اللي هي مهمه بالنسبه للاحذيه كما كتلاحظوا معايا، فكاين متوفر هذا الحجم الصغير وكاينين متوفرين احجام اللي هي كبيره على حسب الاحتياجات ديال كل سيده بيت اكيد.
وندوزو نكتشفوا هاد العلاقات الرائعه اللي يمكن لكم تعلقوا فيها مجموعه ديال الجوارب او الملابس لعامه صغيره. فكما كتلاحظوا معايا يمكن لكم ايضا تثبتوها بواحد القوه رائعه بدون مقابض، كيتوفر اللون الابيض واللون الازرق. ايضا هنا عندنا هذا البانيو بالفراكه ديالو، فكذلك غادي يساعدكم بزاف باش انكم تقدروا يعني تصبنوا الملابس ديالكم. فايضا كما كتلاحظوا معايا فهو ضد الكسر. كذلك هنا علاقه اللي يمكن لكم تثبتوها في الباب ديال البلاكارات وتعلقوا فيها بزاف ديال المنتوجات واللوازم اللي كتستخدموا استخدامات يوميه، يمكن لكم ايضا تعلقوها في المطبخ او تعلقوها في الحمام. فمنتوجات اللي هي متعدده الاستخدامات او الاستعمالات، كما كنقول لكم دائما فقط يعني تعطيكم واحد الشرح او ريفيو تقربكم من المنتوجات ديالهم، وكل وحده على حسب الاحتياجات ديالها داخل المنزل. كما شفتوا هنايا عندنا هاد المنظمات البسيطه واللي ايضا كتوفر غير في الاسواق العاديه، اللي يمكن لكم تنظموا بها بزاف ديال الحويجات خصوصا هكذا في الماريو او في تحت لافابو او حتى في الحمام. فكذلك هنا عندنا هاد المنظم ديال الاحذيه والشكل ديالو راقي جدا، كيجي هكذايا بهذا الشكل هذا، فايضا غادي يهنيكم من الكركبه. كما شفتوا هنايا عندنا هاد مجموعه ديال العلاقات اللي يمكن لكم تعلقوهم في علاقه وحده وتجمعوهم كما هكا. الفكره ديالها عجبتني بزاف، فايضا فهي كتلصق بلا حفير. ندخلوا لهاد المقطع. كذلك هنايا عندنا هاد العلبه هذه اللي ايضا غتفيدكم بزاف بالنسبه للتسوق، فكتوفر على اربعة عجلات كيسهل عليكم باش انكم تجروها بكل سهوله. والحاجه المميزه فيها فهي قابله للطي. كذلك هنايا عندنا هاد التوشيات علاقات اللي بسيطه واللي كتلصق كذلك بلا حفير، تعلقوا فيها بالنسبه للقنينات ديال السوائل ديال التنظيف. كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه يمكن لكم انكم تنظموا المطبخ كذلك وتوفروا مساحه فوق البوطاجي. كما شفتوا معايا يمكن لكم ايضا تلصقوهم حتى في الباب ديال البلاكار. فكذلك هنايا عندنا هاد المكواه الرائعه والحجم ديالها صغير بزاف اللي كتخدم بالبخار. كما كتلاحظوا معايا فشي حاجه اللي اكيد غادي تعجبكم بزاف، فهي كتحدد الملابس بواحد الطريقه اللي مبتكره. ايضا هنا عندنا هاد الحامل ديال السلوفان، فكذلك يمكن لكم يعني تعلقوه او تثبتوه في اي جزء من المطبخ. كما شفتوا معايا غادي يساعدكم بزاف كذلك، وغادي يكون قريب لكم باش انكم تقدروا تستخدموه استخدامات يوميه. وندوزو نكتشفوا هاد العلب الرائعه بالنسبه لتنظيم الارز، فكذلك يمكن لكم توضعوا فيه الحبوب او الطحين. كما كنقول لكم فهما متعدده الاستخدامات، فكيتوفر على الغطاء ديالو، فهكا كيبقى معكم الارز او منتوجات الاخرى داخل العلبه مده طويله، ما كتخسرش وما كتسوهش نهائيا. كما شفتوا معايا عندنا هذا الشكل هذا، وكاين اشكال اللي هي مغايره اللي شاركت معكم في مقاطع اللي فاتت. فايضا هنا منظمات كذلك المتوفره غير في الاسواق العاديه وباثمنه اللي هي رمزيه. فكما شفتوا معايا كاين هذا الحجم هذا الصغير، وكاين الاحجام اللي هي كبيره مستطيله او مربعه. بهالطريقه هذه غتنظموا المطبخ ديالكم بواحد الشكل اللي هو رائع جدا، فاكيد كتساعدكم بزاف هاد العلب، واخا بسيطه لكن الدور ديالها مهم جدا. كذلك هنا اداه اللي هي رائعه باش انكم تقدروا تنقيو التفاح او تحيدوا النواه. كما شفتوا معايا اداه اللي كتساعدكم، والطريقه ديال الاستخدام ديالها سهله بزاف. كما شفتوا معايا ادوات ومنتوجات كتستحق اننا ناخذ عليها شرح وريفيو باش لا خديناها يعني من الاسواق نكونوا ديجا عارفين الطريقه ديال الاستخدام ديالهم. فكذلك مجموعه ديال الاجهزه الرائعه والمبتكره كما كتلاحظوا معايا اللي كتوفر بواحد الجوده رائعه، واللي كتساعدكم كذلك باش انكم تطبخوا الماكولات ديالكم في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف. وندخلوا الموضوع الاهم، وهو فين تقدروا تلقاو هاد المنتوجات اللي كنشارك معكم. فكما كنقول لكم دائما فمعظم هاد المنتوجات تقدروا تلقاوهم في البلدان ديالكم سواء عربيه او اجنبيه، ما عليكم الا تقلبوا جيدا واكيد غادي تلقاوهم.
فكذلك يمكن لكم انكم تدخلوا بزاف ديال المواقع ديال بيع الاجهزه الالكترونيه مثل موقع علي اكسبريس وموقع امازون وكذلك موقع علي بابا. بالنسبه لموقع علي بابا فهو مختص للتجار يعني اللي كي ياخذوا بالجمله. فطبعا كاينين مواقع اخرى. بالنسبه لهذه المواقع اللي كنشارك معكم فهي مواقع اللي هي كبيره بزاف، فهكذا المنتوج اللي كنعرض معكم غتلقاوه في هذه المواقع. كاين لكم فقط كتبوا الاسم ديال المنتوج اللي حبيتو وغادي يطلع لكم في مؤشر البحث. بعد ذلك يمكن لكم تضغطوا عليه او تكليكيو عليه وغتلقاو جميع الاسئله من سعر كذلك الاحجام والالوان فايضا الصنع فكذلك الشحن. فبعض الاحيان الشحن تيكون مجاني في بعض المنتوجات. فايضا كاينين تخفيضات اللي كتكون مهمه جدا، يمكن لكم تغتنموا الفرصه وتاخذوه باقل ثمن. فيمكن لكم ايضا تدخلوا الجروبات على الفيس اللي كتبيع كذلك بالجمله وكاينين منهم اللي كيبيعهم بالتقسيط. فايضا كاينين قنوات اللي هي كثيره بزاف على التليجرام، فمجموعه ديال المستلزمات كذلك راها متوفره غير في الاسواق العاديه وكاينين في الاسواق الكبرى مثل مرجان وايكيا وكارفور. فكما كتلاحظوا معايا منتوجات اللي عساعدكم بزاف وكذلك باش انكم تقدروا تنظموا المنزل ديالكم واخا تكون عنده المساحه صغيره. مجموعه ديال المستلزمات اللي هي ضروريه واساسيه باش انها تساعدكم كذلك في التنظيم والترتيبات اليوميه. فشتو معايا هنا الكرسي اللي الحجم ديالو صغير، كذلك الجوده ديالو ممتازه اللي يمكن لكم انكم تاخذوه نتوما خارجين. ايضا هنا علبه بالنسبه للميكاب، فبضغطه وحده كما كتشوفوا معايا كيطلع بكل سهوله. فمنتوجات صراحه اللي زوينه بزاف وايضا مميزه. فايضا هنا عندنا هذا الحامل ديال السكاكين والمعالق والفرشات كذلك يتوفر على واحد المصفات. وايضا هنا مجموعه ديال المنظمات كذلك منظمات الميكاب، فايضا الشكل ديالها انيق جدا او يمكن لكم توضعوا فيها مجموعه ديال الروائح المختلفه. كما كتلاحظوا معايا كاين هذا الشكل هذا الابيض وكذلك اين كاينين اشكال متنوعه. فكذلك هنايا عندنا هذا الحامل ديال فرشات الاسنان، ونشوفوا ايضا هاد القطع الرائعه ديال السيليكون اللي ايضا بواحد الشكل جديد وانيق جدا اللي يمكن لكم توضعوا فيه مجموعه ديال الخضر او يعني الادوات المطبخيه. فايضا هنا حامل الصابون كيتوفر كذلك على المصفات ديالو. ونشوفوا ايضا هنايا مجموعه ديال المستلزمات بالنسبه للتنظيم، الشكل ديالها شفاف يمكن لكم تضعوا فيها هكا مجموعه ديال الاكواب المختلفه. فايضا شوفوا الفكره ديال هاد الاسفنجه اللي كتكون بواحد الحجم صغير، فان فوا كيهبط منها السائل او تضعها في سائل فهي كتنفخ وكتولي بواحد الحجم اللي هو كبير. فعلى العموم كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش على خصكم بلي لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم فائده. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه وخديتوا افكار كذلك ومنتجات اللي هي حديثه جدا. فايضا ما تنساوش التعليق ديالكم الزوينه واللي كتهمني بزاف. الا حبيتوا شي محتوى اخر ما عليكم تكتبوا لي الاسم ديال المحتوى انا غادي نلبي لكم الطلبات ديالكم. فكذلك ما تنساوش انكم تنضموا للصفحه ديالي عالم هبه توب ارتيكل اللي متوفره على الفيس. فايضا بالنسبه للمتابعين داخل المغرب الى عجبكم شي منتوج عملوا له سكرين او نزلوا لي اسم ديالو، غادي نصيفط لكم الرابط ديال الصفحه اللي يمكن لكم انكم تطلبوا فيها المنتوجات اللي كنشارك معكم. بالنسبه للصفحه فهي متوفره داخل المغرب وبالضبط مدينه الدار البيضاء، يمكن لكم تطلبوا المنتوجات وغادي توصل لكم حتى المنازل ديالكم. وعندكم تجربه ديال المنتوج مده اسبوع، فلا ما عجبكمش تقدروا انكم تغيروه وهذه حاجه اللي هي زوينه ومميزه. فايضا هنا خلاط كما تشوفوا معايا، فمجموعه ديال الافكار الرائعه واللي اكيد غادي تمناها اي سيده بيت باش انها توفر لها الراحه اليوميه. فهكا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم وسالينا فيديو مقبل باذن الله. بسلام عليكم.